للمزيد بشأن أنشطة ميليشيا حزب الله في لبنان ودورها في الصراع بين إيران والكيان الصهيوني، ينضم إلينا عبر الهاتف من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب. أستاذ حسان، بداية مرحبا بك. يعني تقرير صحفي كشف النقاب عن بناء ميليشيا حزب الله اللبنانية شبكة أنفاق لربط بيروت والبقاع بالجنوب، يعني إذا كانت الأنفاق لأغراض عسكرية، ألا ترى أن مرورها تحت المناطق السكنية يشكل تهديدا للمدنيين؟ كيف تنظر إلى الأمر؟ أولا تحية لكم. ثانيا، موضوع الأنفاق هو موضوع ليس حديث، باستمرار هناك كانت استعدادات لدى حزب الله ببناء أنفاق لتخزين الذخيرة والصواريخ وحتى لحماية المقاتلين وتأمين تنقلاتهم وخاصة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. لكن هذا التقرير فيه الكثير من المبالغة، بحيث أن هذه الأنفار أصبحت تمتد من الحدود الجنوبية إلى بيروت وإلى البقاع. هذا شيء فيه الكثير من المبالغة. موضوع الأنفاق هو فعلا موجود وموجود بكثرة، وهذا شيء معروف جدا لدى المواطنين اللبنانيين. وهذه الأنفاق بناها حزب الله لحماية مسلحيه وتخزين ذخيرته للاستعداد لأي مواجهة مع إسرائيل، سواء كان في حالة هجوم أم في حالة دفاع. لكن هذه المبالغة الأخيرة التي قدمتها إسرائيل وهذه الصورة المضخمة التي قدمتها إسرائيل تذكرنا بموضوع أسلحة الدمار الشامل عند الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حيث بررت الاعتداء على العراق وتم احتلاله من قبل قوات التحالف الدولي. قد يكون هذا التقرير الإسرائيلي المبالغ فيه الكثيرة مقدمة لعدوان إسرائيل أو لتبرير عدوان إسرائيلي على لبنان، مستغلا إعلام حزب الله الذي يسكت عن هذه المواضيع ولا يقدم ردا موضوعيا على هذه الأنفاق. يعني هذه الأنفاق أستاذ حسان، هذه الأنفاق المبنية ولمئات الكيلومترات، إلى أي مدى تهدد سيادة الدولة التي أصبحت لا تملك السيطرة على الميليشيا؟ في الواقع التقرير كما ورد على الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن أنفاق تمتد من الجنوب إلى بيروت ومن بيروت إلى البقاع، ومن يعرف جغرافية المنطقة تماما يدرك أن هذه الأنفاق غير ممكنة في الجنوب، ممكنة بالفعل موجود نظرا للتضاريس البالغة، حيث الارتفاع من بين الحدود الجنوبية ومدينة بيروت هناك أماكن فيها ارتفاع 2000 متر أو 500 متر أو 600 متر، هناك ارتفاعات متفاوتة، وبالتالي هناك أنهار وهناك يعني عقبات طبيعية كثيرة، وبالتالي من الصعب جدا تخيل أنفاق بهذا الحجم وبهذه الامتدادات. لكن الأنفاق نعم موجودة والجميع يعرف هذا الموضوع، وليست هي سرا يعني غير معروف، ولكن المبالغة الآن المبالغة في تقييم حجمها هذا ما يشكل خطورة وما يؤكد أن هناك شيئا ما في الأفق، وهذا ما يجب أن نقف عنده مطولا وأن ندرك أن الأمور تتجه نحو التصعيد في المنطقة وخاصة في لبنان ومع الحدود اللبنانية الفلسطينية. قبل أيام في حادثة مستغربة، يعني استوقف أهالي إحدى المدن في لبنان راجمة صواريخ تابعة لحزب الله، يعني قاموا بتحطيمها. كيف تقرأ هذه الحادثة؟ وثمة ربط بينها وبين شبكة الأنفاق تلك برأيك؟ دأب حزب الله على إطلاق صواريخ بطريقة غير معلنة وبطريقة موصلة، بحيث كان يتردد في الإعلام المؤيد لحزب الله أن هذه الصواريخ أطلقها مجهول، وقد يكون هؤلاء من المتشددين المتطرفين الذين يريدون توريط الإسلام في الصراع، أو أن مجموعات فلسطينية غاضبة قد قامت بإطلاق هذه الصواريخ. ما جرى في بلدة شوية الجنوبية القريبة من مدينة العاصية من توقيف لهذه الراجمة وكشف هويتها يدل على أن حزب الله هو من أطلق الصواريخ، هذه الصواريخ ومن قام بإطلاق الصواريخ في مراحل السابقة. حزب الله أراد أن يبلغ إسرائيل رسالة بأن أي مواجهة بين إيران وإسرائيل ستنعكس حتما على الساحة اللبنانية، وبالتالي لبنان ستكون ساحة مواجهة مع إسرائيل دعما لإيران وتأييدا لإيران، وبالتالي لبنان ساحة حرب. هذا الكشف أذى حزب الله كثيرا. بحسب معهد واشنطن للدراسات دراسات الشرق الأدنى، التصعيد البحري الأخير بين الاحتلال الصهيوني وإيران، يعني يتوقع الكثير من المحللين أنه ربما تكون لبنان ساحة للصراع بين دولتين، إلى أي مدى تتوقع أن تكون هي فعلا كذلك؟
من الطبيعي ان يكون لبنان ساحه مواجهه وساحه صراع بين اسرائيل وايران، وهذا ما اعلن عنه حسن الله عده مرات في عده خطابات مختلفه، اكد ان لبنان سيكون جزءا من المعركه الى جانب ايران، سواء كانت هذه معركه بحريه ام بريه. ومع تصاعد الحرب البحريه بين اسرائيل وايران، لبنان طبعا سوف يكون ساحه مشاركه للتاكيد من خلال قدرات حزب الله المتعاظمه ومنها البحريه ايضا. لذلك شاهدنا مؤخرا ان ايران استخدمت الساحه اليمنيه لاطلاق طائرات مسيره لقصف سفينه اسرائيليه في بحر عمان، وقد يحدث نفس الشيء في الساحه اللبنانيه بحيث يتم استخدام لبنان او ساحه لبنان لدعم ايران باستهداف اهداف اسرائيليه او غير اسرائيليه. لبنان هو اصبح جزء لا يتجزا من محور ايران لمواجهه اسرائيل، رغما عن اراده اللبنانيين، وطبعا الشعب اللبناني لا يريد هذا الواقع، ولكن هذا حقيقه ما يجري على الساحه اللبنانيه من خلال هيمنه حزب الله على القرار السياسي والواقع الامني. شكرا لك استاذ حسان. في لبنان كافه سواء في المعادن الحدوديه او حتى في القرار السياسي. عبر الهاتف من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب، شكرا جزيلا لك.